معنا الأخت فاطمة. صباح الخير أخت فاطمة. صباح الخير أختي سناء، هذا نهار كبير، هذا أنني سمعت الصوت ديالك، شكرا. كي دايره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك والله يكبر بك يا فاطمة، وبغيت نقول لك مرحبا وألف مرحبا على راديو أسواد. شكرا أخت سناء، كي دايره البنية لاباس عليها؟ لاباس ربي يخليك. وانتيا شخبارك؟ فينا بلاصة انتيا عايشة في هولندا؟ حدا لاهاي، واحد 18 كيلومتر باش بعيدة في كاتفايك، حدا لاهاي يعني إيه. 18 حتى 20 كيلومتر. حنا كنعرفوا غير المحكمة دلاهاي ياك. المحكمة العدل الدولية. إيوا دابا انتيا راكي قريبة من واحد البلاصة مهمة ياك. مهمة بصح إيوا ما شاء الله، العالم كله مهم وكل بلاصة عندها الطقوس ديالها وعندها المكانة ديالها. أكيد أكيد أكيد، لكن المغرب كيبقى فوق كل شيء. واه حتى حاجة ما بحال بلادنا. أيوا أخت سناء، فين عندك مالي الدار في المغرب فاطمة؟ بعدا إلا بغيتي تسلمي على شي حد. قلعة السراغنة. إيه قلعة السراغنة، والزوج ديالي من الدار البيضاء، وعندي صحباتي في ما شاء الله متى تكوني في برا في الخارج كتعرفي على الناس من كل الجهات، وكيعرضوا عليك، كتمشي كتشوفي المغرب كامل وكتعلمي حتى الحوايج ديالهم والطياب ديالهم. وسبحان الله هذه نعمة، تنقول بعض المرات كل حاجة عندها إيجابيات وسلبيات. أكيد أكيد. ودابا حنا لالا كنسلموا هذا الصباح على مالي الدار بقلعة صراغنا، وعلى نسابك اللي بالدار البيضاء، وتحية لك ولزوجك والأسرة ديالك. يا بالمناسبة التحية للوالدة ديالي، راها عندي دابا هنا وراني باللي خرجت، قلت لها الايباد فيها الراديو، والبنية ديالي هي عندها التليفون سنين اروى، تحية لها والوالدة. الله يخليها. إلى مشى الوالدة مشى ليها الجدة ديالك، إلى مشى ليها الراديو، هاكي ديري وهاكي ديري باش تصنت معك. وهادي تصنتوا دائما. وهادي الحمد لله هي المحبة، يعني راكم هاي الميمة ديالك سافرات وجات لعندك حتى لهولندا، ولكن راها ديما شادة راديو أصوات. شكرا لكم كثير كثير أخت فاطمة. كل شيء كيتصنت وكل شيء كنقولها لي، لأن كنصنتوا في التليفون الأغلبية، لأن كنديوه معانا وكنتصنت. دابا راه في الدروس قبيله الأخت من فرنسا كتهضر غير بشوية، أنا حاولت باش نخرج واحد شوية باش نهضر معاكم. ومرحبا مرحبا بك، وكنشكرك فعلا على هذا الحب ديالك. إذا بسم الله غادي ناخذوا من عندك كيكة بالخبز كارم، وهذه فكرة رائعة بغيت تقدميها للمستمعات هذا الصباح في البرنامج، وعندك كذلك نصائح. المهم الكيكة ديال الخبز الكرم، هو الأغلبية احنا كنستعملوه هنا الخبز الشمر، الخبز الشعير كنستعملوه بزاف صحي. المهم إلا بقى عندك الخبز، فين ما بقى عندك حاول تنشفو تينشف، وإلا ما نشفش ديري طري وديري في الفران تينشفو، بعد كيتطحن بحال شابلور كطحنو. المهم الكيكة ما بلا ما تكون عندك الورقة ولا الوصفة، فيها 10 الحوايج، إلا حسبتي وما لقيتيش 10 قولي راه خاصني شي حاجه اخرى. المهم المقاييس حسبتي بالزافه ولا بالكاس اللي بغيتي، داك بغيتي ديري طب معلقه، داك الشيء على حساب اللي درتيه كديريه بالتساوي الا الخميره. اييه المهم فيها اللوز، بحالي زلافه ديال اللوز ولا كاس ديال اللوز، بغيتي ديري كاس، المهم على حساب داك الشيء اللي بغيتي. اذا يا السيده عبرات بالكاس او عبرات بالزلافه خاصها تبقى متبعه نفس العبار. إذا نديرو حنا كاس، ناخذو كاس اللوز، كاس اللوز، كاس حليب، نعم، كاس زبيب، كاس دقيق، نعم، كاس بيض. كاس بيض كيفاش كدير تعبرو؟ يعني شحال كيجي فيه من بيضة؟ كتهرسي البيضة وكتخوي في الكاس حتى تيعمر. يا بحال تقريبا بعض المرات كيجيني انا الكاس عادي ديال اتاي كيجيو 4 البيضات كيجيو فيه. نعم يا على حسب البيض، كاين الكبير وكاين الصغير. نعم. المهم البيض، كاين الكاس الخبز داك الكرم اللي مطحون شويه مهرمش، وكاس ديال فانيلا، وجوج الخماير ديال المغرب، ولا بحال الناس اللي في برا الخميره شويه فيها المحتوى كثير دير وحده. ما نورمالمون جوج الخماير وفانيا وخنيشه ديال الفاني. نحسبوا واش هنا 10، اذا درنا كاس د اللوز، كاس د الحليب، كاس زبيب، كاس الدقيق، كاس ديال الخبز كارم مطحون، كاس ديال سنيده، كاس ديال البيض،
اي تقريبا واحد 4 ولا 5 الحبات البيض، جوج خمارات وكيس الفاني. مازال ناقصنا شي حاجه. اذا شنو الحاجه اللي ما خديناش؟ الحليب. اها الحليب سجلناه. اذا اللوز، الحليب، الزبيب، الدقيق، البيض، ياك هما 5. الخبز الكرم طحون 6، سنيده 7، خمارات 8، وفاني 9. بقات ناقصه شي حاجه باش نكملوا 10. بغيت الملحه بصح. بغيت الملحه والملح. اذا السيده غتخلط هادشي كله، يا تخلصوا ديروا في واحد الفران على تقريبا 40 دقيقه والحراره معتدله 180. نعم ايه. وها هو عندها هذا الكيك رائع بالخبز كارم دهنوا بالكونفيتير ولا الشوكولات ولا اللي بغاتو، زين بداك الشيء اللي بغات. هذا كيجي رائع واقتصادي. رائع. وانا في بلاصه السيدات نخلي غير هكاك طبيعي باش يجي على النكهه ديال الفواكه الجافه. رائع عندك هذا الكيك اللي كيف سمعنا مصوب بالخبز الكارم اللي مطحون على اللوت، هو كديري في العبار ديالك كاس منه. اختي فاطمه، عندك كذلك نصائح الاخوات المستمعات بغيتي تقسميهم معاهم؟ يا بحال اللي فروين اللي كيشيطوا بعض المرات كتلوى شي حاجه شي تفاحه ولا كنشريو اللي فروي بزاف وكيشيط لينا، اللي شاطه تحاول تقطعها وديرها في الفريكو، من بعد كديرها كتجبدها كتخلطها مع واحد العصير كطحنوه في الماكينه وكتعطيك بحال باناتشي. هذه فكره زوينه باش حتى حاجه ما تضيع. واش البنان حتى هو تجربي ديريه في الكونجيلاتور؟ حتى هو كل شيء كيشد ما كيكحلش. دير له شويه الحامض. التفاح حتى هو من الاحسن دير له السيده شويه الحامض حيت هو تيكحل. ملي كيدار في الفريكو ما كيبقى في اللون ديالو. اييه تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شكرا لك. عندك شي نصيحه اخرى؟ الله يعطيكم الصحه. امين يا رب العالمين. امينه فاطمه، وهذه اجمل تحيه لاجمل فاطمه من هولندا.